في قصة عجيبة بديعة، قال فيها عليه الصلاة والسلام: إني صليت من الليل ما كتب لي فنعست في صلاتي، فجاءني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أي ربي لا أدري. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أي ربي لا أدري. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربي لا أدري. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري صلى الله عليه وسلم، فرأيت كل شيء وعلمت كل شيء. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. قال: ما الكفارات؟ قلت: كثرة الخطى إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في الكريهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والجلوس في المسجد بعد الصلوات، في روايات مختلفة. فقال: ما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقال: يا محمد، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت في قوم فتنة فاقبضني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموهن وعلموهن فإنهن حق. من حفظها منكم يا إخوان؟ واحد فقط؟ اثنان؟ الحمد لله، فيه بركة. أعيدها: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت في قوم فتنة فاقبضني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.